زملائي قالوا لي ان في تقرير او في بعض صور كده مع فيديو لمشكلة صرف صحي في حدائق الاهرام. ولما زميلنا يعني الاستاذ ماجد امين يبقى غاضب ومكشر ومش راضي عن الـ عن الـ عن المشكله ولازم تتحل. فهي تخيلوا بقى ان احنا نزعل ماجد امين مننا، تبقى كارثه. ادي اهوت بيقول لك ان الحاجه دي بقى لها، ان الميه دي في حدائق الاهرام البوابه الرابعه، مش كده؟ حدائق الاهرام البوابه الرابعه المشكله دي بقى لها كذا يوم، وكلموا كل الناس ومحدش معرفش دي بقى هل مع الشركه القابضه للصرف الصحي من رمضان؟ من رمضان جانا، يا نهار ابيض، من رمضان. طب في شارع ايه بالظبط دي؟ عند البوابه الرابعه يعني، ما نعرفش في شارع ايه دي؟ يعني ده ده ده. طيب معانا مداخل. ماشي ماشي ماشي، اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الو الو، اهلا بيك يا باشمهندس. حط بس حضرتك توطي التلفزيون لو ممكن. مساء الخير يا استاذ جابر. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. انا الحقيقه يعني بتابع حضرتك من اول الحلقه، لان منتظرك طبعا عشان اتكلم على الحكايه دي. اتفضل. انما انا مبسوط من موضوع البيجامه ده، لان انا من الجيل اللي احب البيجامه يعني، وحبيت الحته اللي حضرتك قلتها في الاول يعني. خلاص يبقى حضرتك ليك بيجامه عندنا. انت عندك البيجامات دي لسه موجوده ولا خلصت؟ اه والله بلبسها، والمدام يعني بتتصل فيها جدا يعني. والله ده البيجامه دي ولادي بقى ما بيحبوهمش. والله والله يا فندم احنا الحاجات دي، انا ليا بيجامه في البيت، بس في القريه القريه اللي انا مولود فيها يعني، بيتنا في القريه. بس ما بنزل دلوقتي، ما انتش بقى بالخير يا استاذ جابر، ما عدناش بنلبسها يعني. على لا يا فندم تحت امر، على المجهود اللي انت حضرتك بتقدمه يعني. لا ده كل الشكر للزملاء في الاعداد، ربنا يكرمهم. هو الموضوع ببساطه يعني، احنا بقالنا بتاع 8 9 اشهر في الحكايه بتاعت الصرف الصحي دي. ياه 8 9 شهور. اه لدرجه ان يعني السطح بيوصل مثلا بيغطي العربيات زي ما شفت حضرتك كده في الفيديو. واحنا الحقيقه يعني اطرقنا جميع الابواب يعني، المحافظه والجمعيه، وبعتنا شكاوي لمجلس الوزراء ويعني والمحافظه. ومفيش حد بيسال خالص يا باشمهندس؟ والله بيقولوا على حاجات واخد بالك، بس ما بينفذوهاش. يقول لك طب حاضر وهنعمل، ونعمل معاينه وهنعمل تكاليف وهنعمل. احنا مش عارفين نعمل ايه، لدرجه ما بعرفش اخش بيوتنا. وانت عارف حياتك الصيف بقى والناموس. طيب. والمشاكل البيئيه والحاجات. انا مش عارف المشكله، هل هي مع المحافظه ولا مع الاحياء هي يعني؟ مع الجمعيه يعني، حدائق أيوة. الاهرام دي المسؤول عنها الجمعيه. اسمها جمعيه حدائق الاهرام او طب والجمعيه دي مش هي حكومه ولا خاص؟ الجمعيه جمعيه، عارف؟ لا انا فاهم يعني. اللي ماسكها حقوق يعني، دي تبع الحاجه حكوميه ولا خاصه؟ تبع لوزاره الاسكان. وزاره الاسكان او هيئه اسمها جمعيه حدائق الاهرام. هي هضبه الاهرام، واحنا في البوابه الرابعه واخبار حضرتك. والعقارات ارقام 250 و 251 253 شارع بحاله. لا بكره ان شاء الله برضو على الهوا انا هكلم حضرتك، ومتاكد ان في حد هيكلمك بكره. يا ريت والله يعني. لا لا انا الصرف الصحي والله. لا يا فندم، الصرف الصحي هيكلم حضرتك بكره. وبيجوا يعني الناس يسلكوا بتاع. لا لا هيجي يسلكوها يعني. لا يسلكوها، وهنسلكها معاهم كمان يعني. احنا نقدم يعني. لا انا عايز احلها لك خالص. عملوا يعني معاينه وعملوا مقايسه وقالوا هننفذ توسعه للمواسير وبتاع في الخطوط الرئيسيه وبتاع. انما ما اعرفش يعني هل في تخبط اداري بينهم وبين بعضيهم، هل في مشاكل؟ لا بكره ان شاء الله باذن الله الخميس يعني حد هيكلمك من شركه الصرف الصحي، ماشي؟ وهيشوف الدنيا عند حضرتك كتيرة. ان شاء الله باذن الله قبل ما نقفل يوم الحد الجاي هيكون المسائل تمام، ونكلم حضرتك تقول لنا كل شيء تمام. شاكرين افضل حضرتك. بس ان انت تستحمل 8 9 شهور ده، لا صعب قوي يعني. 8 9 شهور والله صعب يعني، ما بتزيد وتقل تزيد، بس انما كده دلوقتي بقت كده عام على طول يعني. لا لا مفضل. تحت امرك يا باشمهندس. اشكرك يا فندم، وربنا يديك طول العمر كده ويوفقك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا باشمهندس.